لسه معاكي ماده في المية تاني؟ لا انا كده خلصت. انت كده خلاص هنجي لك تاني برضو. ايمن سريعا عشان الوقت، اعرض لنا بقى كده ازاي ان احنا عن طريق الفلاش نستمتع بالمالتي ميديا للكتاب، بالصوت والصوره وكل أحسن حاجه. احسن طريقه اني اشرح اني اوري حاجه عمليه عملناها، ودي ده كتاب عربي انجليزي لاحد الشركات اللي اتصل بينا. يعني يعني ده اديني كتاب من فضلك، ده كتاب عادي اي شركه عاملاه؟ كتاب عادي جدا. هو جاب لك الكتاب بعد ما خلصه بالظبط. انت بالنسبه لك صناعه النشر والكتاب ما خلصتش، ده دي البدايه بالظبط، ده رو ماتيريال بالنسبه لك. ممكن تحط حاجات زياده يعني مثلا داخل على الورق مش هينفع تحط صوت او انيميشن بالذات للاطفال يعني، يعني بالذات للاطفال. طب اشرح لنا، استمر في شرحك. فاحنا عملنا اي بوك وحطيناه على سي دي، دلوقتي بيتسوق يعني في الكويت، في دوله الكويت، وحطينا معها بقى اكتيفيتيز زي جيمز مثلا. ورينا كده ازاي نستمتع بالاي بوك. فهل هو طالع على الشاشه؟ انت بس اشتغل واحنا على طول ايه مش هنتاخر عليك. ممكن تقلب بقى الصفحات بالطريقه دي. طبعا الاطفال بيحبوا جدا التفاعل ده، يعني تفاعل درجه عاليه جدا. عاملين بقى انترفيس معين طفولي كده شويه. الحاجه بقى الجميله ان لو عليت اللابتوب شويه تعالي، ان اما الثور فهو اكثر من يعمل في هذه المزرعه. في واحده تقرا القصه للطفل، خلينا نشوفها مع بعض على الشاشه كمان. طلوع الفجر ويذهب مع العم مرزوق لحاره الارض، وبعد ذلك يذهب الى الساقيه ويظل. واول ما هي تخلص قرايه الصفحه، الصفحه بتقلب لوحدها. يعني اول ما يخلص الصوت زي ما ظهر معانا على الشاشه، الصفحه بتتقلب لوحدها بالظبط. هو مش بس موضوع قرايه يعني، بالاي بوك ممكن الموضوع يكون بقى املاء، وممكن يكون تعليمي اكتر، ان الطفل بيسمع ويطبق، يحاول يقرا مع عاوز اعرف ان هو يعني الكتاب كده تبقى تكلفته كبيره جدا بعد ما يطبع ورقي. مالناش دعوه، انتوا في شركه هي اللي عاملاها ورقي، انتوا مش هنا. هو بقى عشان تعمل مالتي ميديا صوت وصوره وبتاع، انت بتستعين بشخص واحد ولا بمجموعه عمل؟ حد خاص بالمالتي ميديا، وحد خاص بالصوت، وحد خاص بالزي يعمل فيجوال لو هتعمله كتاب فيجوال. طبعا يعني المكان الموضوع متفرع جدا. الصوت مثلا مضطر اننا نروح الاستوديو نجيب ممثلين صوت معينين. مثلا في الحاله دي جبنا اطفال، جبنا تقريبا 4 أطفال سجلوا الصوت. في جرافيك ديزاين. تديهم فلوس ولا لا؟ اكيد يعني بتبقى حاجه رمزيه برضو يعني. اطفال يعني. وفي خلي بالك حاجه رمزيه. بس اكبر تخصص يعني في الفروه دي كلها هو الفلاش، الفلاش ديفلوبمنت، التفاعل ده نفسه لازم يكون مبرمج شاطر وقوي. طيب بيعمل حاجات كتير. واضح ان السوق العربي يستوعب الاشياء دي اكتر من السوق المصري، ولا انتوا بس عشان كده؟ انا شايف برضو في مصر في شركات كثيره بتستثمر. لا احنا على فكره عملنا حاجات كتيره للشركات هنا في مصر. لا هو يعني هو بره ممكن ان في شركات كتيره اوريدي دخلت في المجال ده، هو مجال تنافس فيه عالي، بس هنا لسه يعني هنا لسه في البدايه. انت ليك عندك حد من قرايبك عندهم اطفال او حاجه زي كده؟ في بيحبوا يقتنوا ويشتروا الحاجات دي ويضغطوا على اهليهم، بابا لازم تشتري لي المنتج. حسب التكلفه. لا يعني دراستك للسوق ماشيه ازاي؟ لا هو حاليا في الدول العربيه الحاجات دي تليق اكتر مع شركات الدعايه والاعلان، بس لسه يعني الاطفال والكتب التعليميه وكده للاطفال بالذات. لا انا شايف ان لسه يعني ممكن بدري شويه. انا يمكن شايف ان مستقبلها هيبقى واعد قريبا. في حراك مصري في هذا الموضوع بقاله يجي 7-8 سنين، والسوق بدا ينفتح، لكن الاويرنس او الوعي او القدره الشرائيه ان الشخص يدفع يمكن محدوده، لكنها تتوسع للمتعه في هذه الكتب، خصوصا بقى كمان لو بعته بالنضاره، ان في ناس في مصر بتبيع بالنضاره الافتراضيه والنضاره التخيليه، ويجيب لك لو تايتانيك غرقانه يحط لك في الجنب صوره لتايتانيك انها غرقانه، او ان مش عارف مين لبس لص، مش عارف روبن هود لبس ايه، فيبقى في ففي تفاعليه كده. كلمه اخيره على التكنولوجيا الرائعه اللي حكيت لنا عنها، اللي هي الادوب اير، اللي هي الاعلام الفوري او المعلومه الفوريه. بلاش الاعلام الفوري تحديدا، المعلومه الفوريه تجيلك عن مواقع المزادات، مواقع الصحف اللي انت مشترك فيها. سؤالي الاخير ليكي، لو انا مثلا عاوز موقع، اي موقع مصري او عربي هو تجدد، انا هثبت البرنامج المجاني ادوب اير عندي على الجهاز، ازاي هقول البرنامج ان انا عاوز من الموقع الفلاني المعلومات الفوريه؟ هقول له ازاي؟ لا ما هو كل موقع لازم بيعمل النسخه منه اللي تشتغل على الادوب اير وتشتغل على يعني على لازم ابقى الاقي في الجنب كده ايكون مكتوب عليها ادوب اير. بالظبط كده، يبقى معناه ان هو انهانسنج للموضوع ده، او يعني ولازم يبقى في يعني مبرمجين هيعملوا نسخه من الموقع ده تشتغل باستخدام الادوب اير على الكمبيوتر.
ده جميل جدا، افدتينا في فايده الادوبي اير، فكره المعلومه اللحظيه او المعلومه الفوريه. ضحى شوقي استشاري اداره الاعمال، شكرا جزيلا. شكرا. استمتعت ايضا ايمن عبد الرحمن بالحراك الموجود في مصر في الكتب، وانتم كمان عاملين القران بالفلاش. ده موقع الحمد لله يعني يوميا بيدخل قران فلاش. انا دخلته من فتره، من كذا سنه. انا دخلته من كذا سنه، في قران تستطيع ان انت تقراه وفي كمان مقرئين موجودين بقى. لا دي المرحله الجايه ان شاء الله يعني. خلال 4 شهور ان شاء الله يكون في تلاوه مع كل صفحه. في تلاوه مع كل صفحه. اشكرك ايمن عبد الرحمن. شكرا. رئيس فريق الفلاش في احدى شركات الكتب. شكرا جزيلا. مشاهدينا ما تمشوش، بعد الفاصل هنكمل الحديث مع الخبراء حول التكنولوجيا الخاصه بالفلاش.